ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ انا دلوقتي في يونيون ستيشن. الدنيا هيصه معلش، بس لقيت ايفنت هنا ولسه جايينه اول ما نعرف بيه، بس جينا متاخر. هو بادئ من ديسمبر 1 وهينتهي في فبراير 4، يعني خلاص قرب يخلص. لحقناه على اخر حاجه والمواعيد بتاعته اهي. وده عباره عن ايه؟ اللي هو الباتيناج زي ما انتم شايفين العيال اهو قاعدين اهو، بس هو في انتظار طويل اهو زي ما انتم شايفين، طابور طويل اهو هنا انتظار. وبس كده حبينا نيجي نشوف العيال عاوزين يجربوا. هو بكل حاجه فري زي ما انتم شايفين اهو. التعليمات هنا يا دوبك بس بيبقى معاك الاي دي بتاعك وبتمضي او بتسجل دخول وكل حاجه. بيدوك الباتيناج فري، بيدوك حاجات للحمايه برضك فري، وبتجرب حظك وبتلعب. وهنشوف جوه بيعملوا ايه بقى. من هنا او السكيتنج من هنا، تديهم البطاقه بتاعتكم والعيال غيروا هنا. انا خدت واحده بس لسه ما لبستهاش. العيال اهو وبيدوكوا حاجات للرجلين انا بس الواقع وللراس، للعيال الصغيرين اقل من 12، للراس وللرجلين والسكيت اهو او الباتيناج. وبيتدربوا بقى، كله بيمشي بقى اهو زي ما انتم شايفين. وشغلين لهم موسيقى. بص المكان عامل ازاي، فظيع المكان، فظيع. وحاجات للاكل بقى ومش عارف. بس انس ازيك؟ انا عاوز البس بس خايفه. بياخدوا البطاقه منك رهن وتلعب بقى. بص المكان، اوريكم المكان جوه. تمام. بصوا عاملين زي هنا زي نفق. بصوا النفق قد ايه، شايفين النفق؟ الموسيقى عاليه قوي. بصوا النفق والناس ماشيين، الدنيا ضلمه، النفق هناك وييجوا ويمشي ده كله تاني. جميل، المنطقه جميله اصلا وحلوه، عاملين شغل عالي يعني. واللي يخلص بيرجعهم ياخد بطاقته. بصوا الركنه دي كده، حاجه كده تصور فيها. وهنا بتسيب الجواكت والشنط بتاعتك. بصوا هنا الشنط والجواكت، وبعد ما بتخلصوا بترجعوها هنا وتاخد البطاقه بتاعتك تاني. مش عارفه في ايه هنا على البتاعه. ترجعوها هنا وتطلعوا من الباب ده، والناس لسه مستنيه على الباب التاني عشان تدخل. وفي هنا كمان زي قاعده عشان للاكل، مطاعم وحاجات. لا مش مطاعم، حاجات سناك كده وبتاع، وقاعده للانتظار وللاكل والسناك بس. فمنطقه حلوه يعني. بصوا بص الشكل والناس، بص الامكانيات، بص الامكانيات. لا جميله جميله. بس شاطر باسل.